السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله داخلين واحد محل مغربي تاع شعيب اللي كاين في ساسولو سلطة موضينا. سلعة البلاد كاين كسكسو وكاين البلبولة تاعي، هذا كسكسو تاع البلاد، البلبولة هي شعيب خونا اللي كاين في ساسولو بازار محل بلدي تاع البلاد. تمار اي حاجه بغيتو، اي حاجه بغيتو تبارك الله، عند الخير وخمير مواد ممتازه. سلعه البلاد هذه يعني بالبولة، اي حاجة بغيتو من عند اخونا شعيب عنده موجودة. الانسان اذا كان خارج شي دويرة، من يضرب دويرة مثلا جاي من بولونيا، من ميلانو، من ريجو، يضرب دويرة في الصولة عند شعيب بازار، ياخد سلع ديال البلدية، حوايج الدار، اللي بغيتو نتوما.
انا الاخوان ديرونجاتني واحد المرأة نصورها بالكاميرا وما بغيت نصورها حتى انا الفيديو حنا جينا نصور صراحة في نهاية الفيديو الإخوة الكرام، الله يجزيكم بخير. لما دعموني ديروا لايك وجيم وكتبوا لي في صندوق الوصف نشرح لكم أول معلومات. السلام عليكم.